اليوم اللي فيه الجمل عام النقابة المغربية للمعنيين الفنون الدرامية في الدار البيضاء والذي يسبق المؤتمر الوطني الثامن، وهي مناسبة أولا كمحطة تنظيمية لانتخاب رئيس جديد للفرع وانتخاب كذلك مكتب ومؤتمرين في واحد السياق اللي ونحن مقبلون على المؤتمر الثامن للنقابة اللي غادي تعرف فيه وثيقة توجيهية برهانات جديدة وأيضا بتحديات جديدة اللي كتواجهها المهن الدرامية في المغرب. أنا جد سعيد بحضور هذا اللقاء باعتباري رئيسا للنقابة، وكنتمنى إن شاء الله أن هذا اللقاء يفرز قيادات جديدة في حجم الفرع ديال مدينة الدار البيضاء اللي هو الفرع المؤسس للنقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية. اليوم لنا موعد كما جرت العادة، غادي يكون واحد عقد جمع عام عادي ديال النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية اللي هاد السنه هذه يعني وصلت ل 33 سنه على التاسيس ديالها. نقابه اللي هي عتيده ومن اقدم النقابات اللي عرفت وجوه كثيره من الناس، اللي منهم اللي ماتوا كالمرحوم سعد الله عزيز، عبد اللطيف هلال الله يرحمه، توريا جبران، مجموعه ديال المؤسسين اللي شرفوا على هاد النقابة المغربية لمهنيين الفنون الدرامية. وباقيين لازال معنا الحمد لله رواد، من بينهم الحاج محمد سولي الله يعطيه صحيحته، الأستاذ صلاح الدين بن موسى، مجموعة ديال الأسماء يعني باقية مواكبة معنا في هذا النضال. هذا النضال اللي يعني يعرف مجموعة ديال الانفراجات، مجموعة ديال المكتسبات اللي كسباتهم النقابة، من بينهم يعني النزول ديال قانون الفنان، التغطية الصحية الحمد لله، البطاقة المهنية، الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وكانت يعني الحقوق المجاورة يعني كانت يعني فرجات على ناس، على فنانين اللي كان شحال يعني ما عمرهم استفدوا من الحقوق ديالهم. دونك هاد الثلاث ولا اربع سنوات من 2020 الحمد لله ولات كاينه استفاده. نتمنوا الجمع العام ديالنا هذا ان شاء الله وهاد الولايات تكون ان شاء الله ولايه خير. جمع الذي يعقده فرع مدينه الدار البيضاء للنقابه المهنية لرجالات المسرح، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح، ثم أطلب منهم أن يشتغلوا بجدية ومعقول، وأن يتوحدوا، وأن يكونوا على كلمة واحدة للرفع بمستوى مدينة الدار البيضاء، وأن يوحدوا صفوفهم، لأن الميدان الفني الدرامي ميدان صعب، ميدان شاق، ولكن بالرغبة والعشق والحب لهذا الميدان يمكن لهذا الشباب الذي أعتز به وأفتخر به ليرفعوا مشعل الفن المسرحي والسينمائي والتلفزيون للرواد.